سيزول احتلال. عشرات الرجال والنساء والأطفال شاركوا في الأمسية المقدسية المتميزة التي نظمت في عرعرة النقب نصرة للمسجد الأقصى المبارك ودعما للقدس وأهلها. كانت الأمسية مميزة جدا، الحضور كان جميل مميز منوع، الكبير والصغير والطفل والمرأة والشيخ، يعني كانت الفقرات كمان ممتعة، كان التفاعل من الجمهور أيضا كان طيب، الشكل العام للندوة كانت يعني في حب الأقصى وفي السعي لأجل شد الرحال للأقصى. كان حضور مميز، أهلنا في النقب لبوا نداء الواجب وأتوا إلى هنا شاركوا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، كان نجاح عظيم، وكان هذا إذا دل يدل على الانتماء للمسجد الأقصى المبارك في أهلنا بالنقب. وأثنى المتحدثون على الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الأقصى في كافة المناطق والبلاد في سبيل دعم مسيرة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك على مدار العام، والمشاريع المختلفة التي تنفذها لدعم وتمكين أهل القدس وأحيائها الفلسطينية، وضرورة الاستمرار في هذه المشاريع وتعزيزها. الحمد لله رب العالمين، لقد قامت جمعية الأقصى على هذه الأمسية المباركة التي من خلالها تزرع الحب الأقصى في نفوس الكبار والصغار. الحمد لله كانت أمسية رائعة ممتازة، نسأل الله سبحانه التوفيق إن شاء الله، بارك الله فيك. شاركت فيها فرقة أنوار القدس للأناشيد المقدسية وكلمات أخرى وتكريم لمندوبين مشروع قوافل الأقصى، والحمد لله رب العالمين شارك جمهور غفير من النساء والأطفال والرجال والشيوخ في هذه الأمسية المباركة. فقرات فنية إنشادية قدمتها فرقة أنوار القدس للأناشيد الإسلامية، وبازار خيري مقدسي نقل أجواء القدس إلى النقب، حيث تم رصد ريع البازار لدعم مسيرة قوافل الأقصى، علما أن عشرات الحافلات تصل أسبوعيا من منطقة الجنوب في إطار شد الرحال إلى الأقصى المبارك.